إلى أصحاب الهموم بأنواعها، إلى من آذته الديون فأفسدت متعته فذاق هم الليل وذل النهار، وإلى من أسره المرض وآلامه فتاهت عنده كل النعم بسبب الألم، إلى من عطلته الإعاقة عن الاستمتاع بالحياة وقد حصر سعادته بكرسي يجلس عليه أو نظارة يتستر خلفها، إلى كل امرأة عاشت الأيام خلف الأيام والليالي تتمنى الزوج الذي يسترها ويسعدها فلم يكتبه الله لها لحكمة يعلمها جل جلاله، إلى من لم يهبها الله جمال الوجه أو كان لديها عيب في خلقها جعل الناس يصدون عنها فعاشت في همها وحسرتها وهي تعيش ألمين، ألم فراق الحبيب وعدم وجوده، والألم الآخر نظرة المجتمع حولها التي كلها عطف ورحمة إلى هاته وغيرها، إلى كل سجين مرت به السنين الطوال خلف زلزانه فحرم من أحبابه ومن متعة الحياة بسبب غلطة غلطها فتاب منها ولكن بعد فوات الأمان. إلى كل هؤلاء قد تتساءلون أين الله؟ أين رحمة الله؟ أين عدل الله؟ لماذا لا يستجيب الله لدعائنا ونحن ندعوه الليل والنهار؟ نعم قد تقول ذلك، فأنا أقول مستعينا بالله لكل هؤلاء، اسمع يا من آلمه المرض، هل تعلم أن أيوب صلى الله عليه وسلم عاش 16 سنة في المرض وفقد 10 من أولاده في مرضه وكان من أغنى قومه وبسبب المرض ذهب كل شيء، حتى إن زوجته باعت ضفائر شعرها ليأكلوا، هل تعلم ذلك؟ هل تعلم يا من مات له حبيب أن حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم دفن 6 من أبنائه وزوجته وفقد الكثير من أحبابه؟ هل تعلم ذلك؟ إلى من عاش الحرمان، هل تعلم أن يعقوب عليه الصلاة والسلام ابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم لأن ابنه أخذ من بين يديه وقد تعلق قلبه به؟ هل تعلم ذلك؟ إلى من ذاق مرارة السجن، هل تعلم أن الكريم يوسف ابن الكريم يعقوب ابن الكريم إسحاق ابن الكريم إبراهيم عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام سجن ظلما 7 سنين؟ إلى من تغرب عن أحبابه وآلمه فقدهم، هل تعلم أن موسى ذهب طريدا 10 سنوات يشتغل خادما وهو الذي كان يعيش في قصر الملك عند فرعون؟ إلى من لم يرزقه الله جمال الخلقة، هل تعلم أن الخلقة لا قيمة لها عند الله وأن الإنسان قيمته بروحه وليس في جسده؟ خذ مثلا قصة جليبيب، من هو جليبيب؟ صحابي فقير دميم الخلقة قصير القامة أسود الوجه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أدمامة خلقتي تمنعني من دخول الجنة؟ قال لا يا جليبيب. قال لماذا إذن أخطب من الناس فلا يزوجوني؟ فأرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت عندهم بنت من أجمل بنات المدينة وأحسنها شرفا، فلما أتى يخطب ظنوا أنه يخطب ابنتهم للرسول صلى الله عليه وسلم لأنه قال لهم إن رسول الله يطلب ابنتكم، فقالوا له قال لا لي، فغضبوا ورفضوا، لكن البنت قالت لا أرد زوجا أرسله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتزوجها وفي أيام عرسه فرح بأنه وجد امرأة تقبل به، في أول أيامه ينادي منادي الجهاد فيخرج ويقاتل فيموت فلا يعرفه الناس من كثرة جراحه
فيقوم حبيبكم صلى الله عليه وسلم يبحث عنه، لم يعرفوه أو لم يسألوا عنه أصلا، فقير من الفقراء، من يعرف من يأبه له؟ فيبحث عنه حتى يجده وقد قتل سبعة، فيضمه إلى صدره ويقول: هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه. ما منعه أنه ليس بجميل المحيا والشكل؟ لأن الروح هي التي لها قيمة عند الله عز وجل. إلى من عطلته الإعاقة، بعض الناس قد يتعرض لإعاقة جسدية أو إعاقة في سمعه أو بصره، فتسود الدنيا بوجهه ظانا أن سعادته في هذا الكرسي أن يتخلص منه. هل سمعت بعمرو بن الجموح؟ من هو عمرو بن الجموح؟ هذا رجل معاق أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وله عرجة شديدة، وقال: يا رسول الله أريد الجهاد، إذن لي. فقال: إن الله قد عفى عنك، أنت لست مكلف، لأنه أعرج، عرج شديد. قال: إني أرجو أن أدخل الجنة بعرجتي هذه، فيذهب ويقتل فيبشره الرسول صلى الله عليه وسلم، يبشر أهله بأنه من أهل الجنة وقد وطأ الجنة بعرجته. قيمتك بروحك ليست في جسدك. فإلى كل هؤلاء وغيرهم وما أكثر المهمومين في الدنيا رسائل سريعة. أما الأولى: ألا تحبون الله؟ ألا ترضون بحكم الله؟ أما سمعتم أن الله تعالى يقول: إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر؟ لماذا يا رب؟ قال: إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. الله هو الذي يعلم الفقر خير لك أم الغنى، المرض خير لك أم الشفاء، المال خير لك أو الفقر. الله هو الذي يدبر أمرك. لماذا لا ترضى بقضاء الله وقدره؟ لماذا لا ترضى بحكمه؟ هل تظن أن السخط سوف يعيد لك ما فقدت؟ من رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. فارضى، ارضى، تعامل مع الكريم الرحيم الذي يسمعك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. والله ما من دعوة أرسلتها إلا فتحت لها أبواب السماء، لكن لله حكمة في عدم الإجابة. وما من طلب طلبته من الله فلم يؤده لك إلا لله حكمة في ذلك. أما مر قول الله عز وجل عليك: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لا بد أن تعلم أن الله تعالى يعاملك برحمته، يعاملك بحكمته، يعاملك بعدله. فارضى، ارضى، واصبر، فإن الله تعالى يوفي كل صابر لأجر يوم القيامة. ارضى بالله. ألست كل قوم تقول رضيت بالله يا رب؟ إذن ارضى بحكمه. هذه الرسالة الأولى لقلبك الطيب. أما الرسالة الثانية فأنا أسألك سؤال: هل نحن خالدون في الدنيا؟ أنت روح وجسد، هذا الجسد خالد، الروح التي معك هي الخالدة، أما الجسد سيفنى، كلها سنوات وترحل. فلماذا يا أخي الكريم تغضبك هذه الدنيا فتتعلق بها فتبكي عليه حسرة؟ إن أتت أتت وإن ذهبت فإنما عند الله خير وأبقى. أما علمت أن الله يقول: لقد خلقنا الإنسان في كبد؟ كم سيعيش جسدك هذا؟ اسمع ماذا يقول حبيبك صلى الله عليه وسلم عن تمثيله لحجم الدنيا. يقول: ما الدنيا في الآخرة إلا كأن يغمس أحدكم إصبعه في اليم، يعني دخل إصبعك في البحر الذي تخرجه من البحر، هذا هو الدنيا والبحر هو الآخرة. إذن يا أخي اصبر، اصبر. أما وعد الله الصابرين أجرا بغير حساب؟ بل يا أخي أذكرك بأجمل وعد من الله. أليس الله يقول للنفس المطمئنة، النفس الراضية، النفس التي أحبت ربها، النفس التي رضيت بأقدار ربها: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. ألا يكفيك هذا؟ اصبر 30 40 50 سنة فهناك رضا، راضية مرضية. شوف الكرم، راضية مثل إيش؟ أنت عليك دين مثلا 100,000، إذا أعطيتك 100,000 فأنت راضي، أليس كذلك؟ لكن إذا أعطيتك 100,000
ثم قلت لك وهذه 100,000 فوقها، ألا تسعد؟ هذه المرضية يعطيك أكثر، ولذلك لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. اصبر، ربك كريم رحيم، وعندما يبتليك فلحكمة. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أما الثالثة فأعود للحديث الذي بدأته في خطبتي، غمسة واحدة يوم القيامة ستنسي كل ما تعيشه من هموم. والله غمسة، يغمس المؤمن الراضي غمسة فيقال له هذا مقعدك لأنك أطعت الله ورضيت بالله. فيا أخي الكريم اعلم أن الله تعالى رحيم. ماذا يقول الله لي ولك؟ يقول لنبلونكم بشيء من الخوف، ما قال بالخوف. حياتك كلها ليست خوف، وحياتك كلها ليست مرض، وحياتك كلها ليست ديون، هي أيام تمر، ابتلاءات تمر، ثم بعد ذلك إن صبرت فلك الرضا، والله تعالى يربط على قلبك، فقط اربط علاقتك فيه وارضى به وانشغل، كن ذكي، انشغل بالله، انشغل في حوائج الناس يفرج الله همك، أكثر من الاستغفار، من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، يربطك الله عز وجل به أكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الدعاء كنز من كنوز الجنة. لماذا تكثر منه؟ لأن بالإكثار منه تفتح أمامك كل المغاليق. احسن علاقتك بالله، اصلح، اربط حبلك بالله، فوالله لا يمكن أن يخذل عبد لجأ إلى الله، لأن صلاتك تقوى، ذكرك لله تقوى، استغفارك لله تقوى، إقبالك على الله تقوى. والله قال لك ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. فيا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بالخير فإن الفارج الله جل جلاله.